أيها الأصدقاء والأعضاء والداعمين الأعزاء، أطلقنا نداء صباح أمس ولكن للأسف ظلت أصواتنا بلا صدى. لا يوجد تبرع واحد لمواصلة التدفق منذ البداية وحيدا في مواجهة الريح دون أن يطلب المال أبدا، ولكن اليوم في مواجهة الصمت نغلق الأبواب بالمعاناة. لقد قدمنا كل شيء وضحينا بكل شيء للأسباب التي جعلتنا نحلم، لكن بدون دعم بدون أمل في التحمل جزء ما لن يجب أن يتوقف. الخطوط تتحرك إنها بطيئة هذا صحيح، ولكن رغم كل شيء يجب علينا أن نستسلم. يبقى الأطفال وكبار السن مهمتنا، ولكن لم يعدوا الأولى ولم يعدوا في هذا الحي. سنعيد تركيز أعمالنا بعيدا عن الجدران التي تشاجرنا فيها وتلمنا كثيرا. رأينا الابتسامات تودد تحت المطر وسماء الاحتفال، ولكن غيابك عنا يدفعنا إلى الاستسلام للأسف. لقد قدمنا كل شيء وضحينا بكل شيء للأسباب التي جعلتنا نحلم، لكن بدون دعم بدون أمل في التحمل جزء ما لن يجب أن يتوقف. الخطوط تتحرك إنها بطيئة هذا صحيح، ولكن رغم كل شيء يجب علينا أن نستسلم. أوه 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 أوه. لقد قدمنا كل شيء وضحينا بكل شيء للأسباب التي جعلتنا نحلم، لكن بدون دعم بدون أمل في التحمل جزء ما لن يجب أن يتوقف. الخطوط تتحرك إنها بطيئة هذا صحيح، ولكن رغم كل شيء يجب علينا أن نستسلم. تحدث تلد قالا مع العاطفة، المعارك لا تذهب سدى أبدا حتى عندما يضيعون على طول الطريق. لكل ابتسامة لكل الضد لقد ادفعنا كل ما في وسعنا، وحتى لو قلنا وتبقى الذكرى في السماء. أوه أوه أوه. لقد قدمنا كل شيء وضحينا بكل شيء للأسباب التي جعلتنا نحلم، لكن بدون دعم بدون أمل في التحمل جزء ما لن يجب أن يتوقف. الخطوط تتحرك إنها بطيئة هذا صحيح، ولكن رغم كل شيء يجب علينا أن نستسلم. سنواصل القتال أعدك بسبب الإتهامات والمعارك الجارية هنا. سوف تسمع القنوات الوطنية صوتنا لن يتوقف عن الدفاع، ولكن بعد ذلك بحزن سوف ننحني في الضعف. شكرا لك يا من آمنت إلى حلمنا إلى نضالاتنا. في القلب بيبقى كل شيء محفورا حتى لو ذهبت، أعمالنا متعبين.